واسمحوا لي أن أبدأ بضيف الكريم من القاهرة السيد العميد بهاء حلال. سيادة العميد، اليوم يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. هل ينجح السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مقدم هذا المشروع في حشد أعضاء مجلس الشيوخ في دفعهم للتصويت لمنع 20 مليار دولار من المساعدات بالأسلحة لإسرائيل؟ تحياتي كمال، تحياتي لقناتكم الكريمة وتحياتي للضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء. يعني أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع حساس في أمريكا، في مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة في خضم الإدارة الديمقراطية الحالية التي هي راحلة تاركة، يعني هي ذاهبة باتجاه تسليم هذه مقاليد السلطة في 20 كانون الثاني للإدارة الجمهورية. أنا أعتقد هذا الموضوع قد يعني نوقش أكثر من مرة، وخاصة أنه مطروح من قبل ساندرز الذي لديه مشاكل مع كثير من الديمقراطيين، من هناك من، وهذا موضوع خلافي بين الديمقراطيون فهم منهم من يؤيد هذا المشروع ومنهم لا يؤيد هذا المشروع. أنا أعتقد أن الدولة العميقة الأمريكية هي التي تقرر هذا الموضوع، وبالتالي الدولة العميقة لا تريد أن تحجب المساعدات عن إسرائيل أبدا، إنها تساعد في هذا الموضوع. لن يستطيع الكونغرس أن يحشد يعني مؤيدين لهذا المشروع، فأعتقد أنه سيسقط في أعقاب عدم. لكن الدولة العميقة الأمريكية فرضت حظرا من قبل على بعض أو جزء من الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل وتراجعت فيه بعد ذلك، لكنها فرضت من قبل. يعني أنا هذا الأمر كان مؤقتا من أجل تمرير أو من أجل أمر ما عالق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين نتنياهو، ما بين موضوع بين الدولة العميقة أو ما بين بايدن أو الإدارة الديمقراطية ونتنياهو تحديدا عبر علاقة شخصية، وبالتالي كان هناك تمرير مصالح كان لدى الإدارة الأمريكية بني جينتس وغالنت، الآن غير موجود غالنت وغير موجود بني جينتس، لكن هناك إدارة أمريكية راحلة ذاهبة، ويمكن كما تقول سيس كمال، ويمكن أن يكون هناك إمكانية لإقرار هكذا مشروع من أجل توريط إدارة ترامب على غرار ما تقوم به الإدارة حاليا في المشهد الروسي الأوكراني، أن تورط إدارة ترامب القادمة بألغام في مسار الإدارة الجمهورية، يمكن أن يحشدوا له، وبالتالي لخلق مشاكل في إطار العلاقة ما بين إسرائيل وأمريكا، وهذا ما نتمناه. يمكن أن يمرروا المشروع من أجل أن يربكوا فترة ترامب في الفترة المقبلة الذي سيدخل إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، لكن في نفس اللحظة هم من صفقوا لرئيس وزراء الاحتلال 81 مرة في 55 دقيقة من قبل في قلب الكونغرس. طبعا شاهدنا هذا المشهد، وبالتالي هناك كثير من الأعضاء الكونغرس الذين خرجوا من الكونغرس، وعلى رأسهم أيضا التي لم تحضر حينها هاريس، التي لم تحضر الجلسة، وبالتالي هناك يعني الإدارة الديمقراطية كانت مقسمة، وهي مقسمة بالتالي هناك أعضاء في الكونغرس لا يحبذون ولا يريدون ما يفعله نتنياهو، وهناك منهم لأسباب شخصية، منهم طبعا هم يؤيدون إسرائيل، كلهم يؤيدون إسرائيل، يؤيدون العدو الإسرائيلي، لكن هناك مصالح، في هناك تضارب في المصالح، وبالتالي أنا أجد أن ساندرز هو الوحيد يغرد في هذا الموضوع بموضوع سياسي، ويعني يضع هذه الأهداف نصب عيونه نتيجة لأعمال الإدارة الحكومة الإسرائيلية.